خلينا إذا سمحت لي سيد أوغلو نشاهد أيضا تغريدة إمام أوغلو بخصوص هذه العاصفة الثلجية. إذن هو أيضا أشار في سلسلة التغريدات بأنه كان يعمل لمدة 19 ساعة متواصلة، وأخذ الرجل ساعة استراحة يعني كما يعني كان حاضرا في ذاك المطعم. لكن في هذه التغريدة يقول إمام أوغلو في هذه التغريدة: تساقط الثلوج لم يكن فقط في إسطنبول ولكن على البلد بأكمله، وأيضا أغلق أيضا طريق الأنقرة إسطنبول السريع. إذن هو يعني يذكر هنا بأنه يشير ربما إلى أنه الثلج كان مفاجئ بالنسبة للجميع في إسطنبول، وبالنسبة يعني ما كان حاضرا على موقع تويتر، وأيضا هناك هاشتاج بالك أي سمك، وأيضا هنا الصورة التي جمعته مع السفير البريطاني. هو كان يقول أنه هي استراحة بعد عمل استمر لتسعة عشر ساعة. يعني هنا الرجل أخذ قسط من الراحة، ما العيب في ذلك؟ وهو كان كما أشار يعمل لساعات طويلة. سيد أوغلو، حتى نحمل إمام أوغلو المسؤولية كاملة في إدارة هذه الأزمة، يعني هذا عذر من ذنب أن تستريح، لا مانع من أن تستريح، ولكن أن تذهب إلى مقابلة سفير وأنت لست في منصب رسمي يؤهلك لأن تكون ندا لهذا الضيف السفير البريطاني، وتترك الشعب والمواطنين والمقيمين، المرضى، المسنون، المسنين، الأطفال. طيب، بما أنك أشرت إلى هذه الصورة التي جمعت إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول مع السفير البريطاني في ذاك المطعم، أيضا هناك تغريدات على مواقع التواصل. هذه الصورة سيد أوغلو نشاهدها الآن معكم على الشاشة. إمام أوغلو أيضا هناك يستضيف وتجمع هذه الصورة مع سفير بريطانيا. بالفعل يعني بالنسبة اللي وما العيب في ذلك أن يكون رئيس بلدية يجتمع مع سفير بلد ما في إسطنبول على مستوى علاقات شخصية وليست بس يعني مسألة لقاء رسمي؟ سيد أوغلو، يا سيدي لا مانع ليجتمع مع من يريد، ولكن بعد أن يحل مشكلة المواطنين الذين هم عالقون في الطرقات. هناك ناس بحاجة ماسة كانت إلى الاحتياجات الأساسية، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الماء. بس هي قبل الأزمة سيد أوغلو، إذا سمحت لي على المقاطعة مرة أخرى، هاي الصورة قبل الأزمة، هذه الصورة قبل أن يكون هناك بالفعل كارثة، أم كيف متى كانت هذه الصورة بحسب مراقبتك؟ يعني هذا اللقاء لا، اللقاء كان في يوم العاصفة في الساعة 6 مساء، وكانت الجرافات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى تقوم بتمشيط وتنظيف الطريق لإمام أوغلو ولضيفه والمنطقة التي ذهبوا إليها لتناول العشاء، في حين أن المواطنون، المسنون، الأطفال، المرضى، عشرات الآلاف كانوا عالقين في الطرقات، والآلاف باتوا في سياراتهم وفي طرقهم. عذر أقبح من ذب، يستريح ولكن بعد أن ينهي مهامه يجب أن يقوم بها. أشبه ما يكون هو بأب يقول أنا علي أن أستريح وأطفالي يموتون بردا وعطشا وجوعا، ثم يقول لك أنا من حقي أن أستريح، أنا إنسان، أنت إنسان، أنت لديك مسؤوليات. أنت تعرف عندما ذهبت إلى الانتخابات في بلدية إسطنبول أنت تعهدت بكثير من العهود، وأنت تعرف أن مدينة إسطنبول مدينة حساسة جدا بكل المقاييس، لا يمكن أن تفشل في هذا الامتحان الحقيقي والذي أثبت فشله بالفعل. يعني لا يمكن أن نقول أنه استراحة، والله يجب عليه كإنسان عليه أن يستريح. وهؤلاء الآلاف من المواطنين اللي يذهبوا إلى الجحيم.